أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. نظمت جمعية المعلنين البحرينية اليوم لقاءها الدوري بحضور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب ومكاتب الإعلانات المحلية، وهدف اللقاء إلى تبادل الآراء ما بين مكاتب وشركات الإعلان المحلية والتعرف على آخر المستجدات في القطاع الإعلاني وبحث الآليات والسبل التي من شأنها العمل على مضاعفة نسب النمو الإعلاني خلال المرحلة المقبلة، لما يشكل الإعلان من دور بارز في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. وأكد الحضور من شركة الإعلانية على تطور صناعة الإعلان وتحقيقه لطفرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، كان لها دور في التنمية المستدامة لمملكة البحرين. هذه طبعا هو اللقاء الدوري اللي تقيم الجمعية، يعني كل شهرين ثلاثة ندعو صناعة الإعلام في البحرين اللي هي المعلنين، وسائل الإعلام، وكل الجهات اللي لها علاقة بالصناعة الإعلام يلتقون هنا، وهذه فرصة لكي يعني يتم تبادل وجهات النظر، وهذه شيء احنا نسويه بشكل دوري. المرة هذه طبعا اللقاء هي تحت رعاية وزيرة شؤون الإعلام، فبكون في من ضمن البرنامج ان شؤون الاعلام تطلع القطاع الاعلاني على شنو برامجها بالنسبه للتلفزيون والاذاعه خلال شهر رمضان، اللي من خلالها ممكن صناعه الاعلان والمعلنين يستفيدون من الفرصه.